بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم اليوم بهذا الفيديو الخاص بالوسط الحسابي لمتتالية حسابية. قال: أوجد ثلاث أعداد حقيقية A, B, C حدود متتابعة من متتالية حسابيا، علما أن A زائد B زائد C 15 و A في B في C 80. إذا ننطلق على بركة الله. بما أن قال كلمة متتالية حسابية، سوف يأتي في ذهني شيء، ألا وهي عبارة الحد العام للمتتالية الحسابية. لاحظوا، ها هي عبارة الحد العام للمتتالية الحسابية. تقول إي لي أن يساوينا إي لي بي زائد أن ناقص بي في آر، حيث أن أكبر من ماذا؟ من بي، أكبر أو يساوي بي بهذه البساطة. حيث أن وبي أعداد أعداد طبيعية ليس حقيقية. نتابع جيدا هنا أبنائي لكلمة الوسط عندنا متتابعة. كلمة متتابعة معناه، لاحظوا جيدا، عندنا هذه العلاقة ما بين هذه الحدود في المتتالية الحسابية. تقول ماذا؟ قاعدة تقول هذا الحد زائد هذا الحد، بحيث تكون متتابعة. إذا كانت مثلا هنا إي لي 5 زائد مثلا إي لي 6 زائد إي لي 7، ماذا تقول المتتالية؟ تقول أنه هذا زائد هذا وبينهم زائد يساوي كم؟ إذن هذا مع هذا يعطينا مرتان من الوسط. حتى في لو نعد نجد ذلك. لاحظوا 5 زائد 7 كم؟ 12. 12 كم من 6؟ هي مرتان. إذن تعطينا، إذن قلت إي لي 5 زائد إي لي 7 يساوي مرتان من إي لي 6. ركزوا هنا كذلك، لو نتابع إلى هذا القانون، هذا زائد هذا كم يعطي لنا يا أبنائي؟ يعطي لنا قلنا اثنان من بي. لاحظوا جيدا، اثنان من بي. إذا تصبح لنا اثنان من بي، يعني هذا نحذفه وهذا نحذفه، ووضعنا في مكانهم كم؟ اثنان من بي، لكن بقي لنا بي هنا لا دخل له لنا فيه. إذا هذا البي، هذا البي يا أبنائي لا دخل لنا فيه، أتى بقي في مكانه. أما هذه اثنان بي هي لهذا زائد هذا، حتى تفهموا القضية. يساوي كم؟ يساوينا 15. لاحظوا جيدا، اثنان بي زائد بي، يعني حبتان زائد حبة، يعطينا 3 بي يساوي 15. ومنه بما أن في هذا إذا نزل ينزل إلى هنا، يصبح بي يساوي 15 على 3 ويساوي كم؟ يساوي لنا 5. ها هو قد ظهر البي بأبسط طريقة ممكنة بقاعدة الوسط الحسابي. إذا نكتب هنا بي يساوي 5، ها هو أمامكم. بقي لنا ماذا؟ الأ والسي. في الأ والسي، بما أن هذه قد انتهى دورها هذه العلاقة، سوف نأتي إلى العلاقة الثانية. ها هي العلاقة الثانية، نتابع. عندنا في العلاقة الثانية يجب أن نستغل المتتالية، عبارة المتتالية الحسابية. إذا سمينا هذا، إذا سمينا هذا إيلي واحد، وهذا إيلي اثنان، وهذا إيلي ثلاثة، ماذا تقول القاعدة؟ سوف نطبق من خلال هذه العلاقة كل شيء. لاحظوا جيدا، تابعوا. إذا قلنا هنا، إذا قلنا أن هنا، لاحظوا إي لي اثنان، نكتب هنا اثنان، كم يساوي لنا مع الحد الذي قبله؟ إي لي اثنان يساوي، هنا نضع واحد، ركزوا. إذا إي لي اثنان يساوي إي لي واحد زائد ماذا؟ آن، ها هو الآن كم يا أبنائي؟ لاحظوا الآن هو اثنان ناقص البي، ها هو أمامكم، وضعوا هنا واحد في آر، يصبح إي لي اثنان يساوي إي لي واحد زائد اثنان ناقص واحد كم؟ واحد زائد آر. ركزوا، ومنه ماذا؟ ومنه أن إي لي، ولكن هذا إي لي اثنان، إي لي اثنان هو هذا اللي هو البي، كم أي أبنائي؟ ها هو أمامكم، لاحظوا كم قيمته؟ قيمته 5. إذا نكتب هنا 5 يساوي إي لي واحد زائد آر. ما رأيكم أن ننقل الآر إلى هذه الجهة؟ تصبح 5 ناقص آر يساوي لنا إي لي واحد، نتركها هكذا.
ثم بنفس الخطة الآن نأتي إلى إيلي ماذا؟ ركزوا، إلى إيلي ثلاثة. نكتب هنا الثلاثة، ونكتب هنا ثلاثة، ونكتب هنا اثنان، ونكتب هنا اثنين. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن سوف نتعامل مع الحد المعلوم. الحد المعلوم هو إيلي اثنان، اللي هو البي، بالمطابقة هو البي. ماذا تقول قاعدة؟ إيلي ثلاثة يساوينا إيلي اثنان زائد اثنان ناقص ثلاثة، حسب القاعدة هنا، قاعدة عبارة الحد العام في R. إذن ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج هذا الشيء، أن إيلي ثلاثة تساوي إيلي اثنان اللي هي نفسها ماذا؟ البي، يعني بي اللي هي خمسة زائد اثنان ثلاثة ناقص اثنان كم؟ واحد، يعني زائد R. ها هي إيلي ثلاثة اللي هي هذه، قلنا نفسها ماذا يا أبنائي بالمطابقة؟ أنها الـ A، وهذه نفسها ماذا؟ نفسها الـ C، وماذا؟ والإيلي اثنان قلنا أنه هو نفسه الـ B. تعالوا الآن نعوض كل واحد في العلاقة، تابعوا جيدا، ها هي أمامكم، لاحظوا ها هي العلاقة يا أبنائي، تعالوا نعوض، لم نفعل شيء إلا شيء واحد ألا وهو التعويض. الـ A قلنا ما هي؟ الـ A ها هي قيمتها، ركزوا، ها هي الـ A، عفوا ها هي الـ A، الـ A هي 5 ناقص R، إذا نكتب 5 ناقص R، هذه لهذه القيمة. الـ B قلنا كم؟ ها هي أمامكم، هي 5 في 5. الـ C ما هي يا أبنائي؟ الـ C ها هي أمامكم، اللي هي 5 زائد R، 5 زائد R يساوي 80. الآن بقي لنا المجهول، الآن هو الأساس، نكمل نقطة بنقطة. تصبح 5 ناقص R في 5 زائد R يساوينا حسب الجداء الشهير رقم 3، يصبح لنا يساوينا مربع الأول ناقص مربع الثاني، يعني إذا ضربنا هذه في هذا كم؟ A ناقص B في A زائد B يساوي A مربع اللي هي 25 ناقص B مربع اللي هو R مربع في 5، ها هي 5 تساوي 80. لو نكمل هنا العمل نقطة بنقطة أبنائي، تابعوا جيدا، يصبح ماذا؟ لو نأتي بهذه الخمسة ونضعها هنا، تصبح هنا كم؟ على 5، ونحذفها من هذا المكان، مجرد حساب فقط. كم ينتج يا أبنائي؟ ينتج 25 ناقص R مربع يساوي لنا 80 تقسيم ماذا؟ تقسيم 5، 80 تقسيم 5، إذا هنا تعطينا 1 ثلاثة، إذا 6، إذا تصبح لنا كم؟ 16. ننقل هذا، ركزوا بكل بساطة، لو ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا ينتج يا أبنائي؟ لاحظوا نقطة بنقطة، تصبح لنا ناقص R مربع يساوي لنا 16 ناقص 25، معناه ناقص R مربع يساوي لنا ناقص 9، ومنه R مربع يساوي لنا 9، لأن الناقص يذهب من كل جهة، يعني لو نضرب العبارة في الناقص بحنا ناقص وهنا زائد زائد وهكذا. إذا لاحظوا R مربع يساوي 9، ومنه R ماذا يساوي؟ يساوي لنا جذر 9، إذا سمينا R واحد اللي هو كم؟ 3، و R اثنان يساوي لنا ناقص جذر 9 اللي هو كم؟ ناقص 3. ها هو الحد الأول، الـ R الأول والـ R الثاني. الآن بعدما استخرجنا R الأول و R الثاني، نأتي الآن ونعوض فقط، تابعوا جيدا، لاحظوا عندنا أنه R الأول اللي هو كم؟ واحد ثلاثة، نعوضه هنا، ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا 5 ناقص 3 يساوي A، ومنه A يساوي لنا كم؟ 2، ها هي الحالة الأولى. كذلك نأتي بالثلاثة هذه ونعوضها هنا لإيجاد C، يصبح C يساوي لنا 5 زائد ماذا؟ 3 يساوي لنا كم؟ 8. إذا هذه هي السي يا أبنائي. إذا ماذا يصبح؟ يصبح لنا الثنائية الأولى، الحدود الأولى اللي هي الـ A 2 والـ B كم قلنا؟ 5 والسي كم؟ 8. لو ندقق جيدا لاحظوا به كم تزيد؟ تزيد بالثلاثة، لهذا الأساس في الحالة هذه كم؟ 3. نأتي بنفس الآن الخطة لما يكون، لاحظوا جيدا، لما يكون الـ R كم؟ ناقص 3، الـ R ناقص 3، عوض هنا بالناقص 3، تصبح لنا 5، سوف نعوض الآن هنا، 5 ناقص ناقص 3
يساوي لنا A، ومنه A ماذا يصبح يساوي لنا أبنائي؟ يساوي لنا 8، لأن الناقص في الناقص به زائد 5 زائد 3 8، ها هي الA. نأتي كذلك لنعوض هنا في C، ماذا ينتج يا أبنائي؟ ركزوا أرجوكم، ينتج لنا C يساوي 5 ناقص 3، لأن الR كم قلنا؟ ناقص 3، يصبح C يساوي لنا 2. إذن الحالة الثانية ما هي يا أبنائي؟ لاحظوا جيدا، هي الA كم وجدناه؟ الA وجدناه 8، والB 5 ثابت، والC ها هو أمامكم اللي هو 2. بهذه البساطة تعالوا نجرب في العلاقة هنا. قلنا أنه نحن أنه A زائد B زائد C قلنا يساوي 15. تعالوا نعوض، هذا زائد إذن 8 زائد هذا كم؟ لاحظوا 5 زائد 2 تساوينا 13 زائد 2 يساوي 15، نحن على صواب. الآن لو نأتي الآن إلى الفي، قال هو A في B في C يساوي 80. تعالوا 5 في 8 عفوا 5 في إذا 8 في 5 في 2 كم يساوي يا أبنائي؟ 40 في 2 80، نحن على صواب. الآن كذلك الثنائية الثانية، لأن قلت يوجد لنا ثنائيتان، وجدنا 8 5 2 أو 2 5 8. في هذه الحالة كذلك اجمعوا تجدون 15، اضربوا تجدون 80. بهذه البساطة أبنائي ها قد وجدنا هذه يعني الثنائيات، وجدنا كم من ثنائية؟ وجدنا ثنائيتان، وجدنا 2 و5 و8، ووجدنا 8 و5 و2 بهذه البساطة المطلقة فقط. وأتمنى قد أعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. كما لا تنسون أرجوكم بالدعاء لنا بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.